السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم هيثم مرسي من كريبتو عرب. النهاردة عايز أغطي فيوتشر نت بوجه عام ووجه خاص طبعا لي أنا، وهوريكم تجربتي اللي أنا شرحتها في أكتر من فيديو، وكمان هوريكم أنا عايز أعمل إيه. سبب الفيديو بتاعي النهاردة اللي أنا بحب اعمل حاجه بحب اوريها لكل الاعضاء اللي هم يعني سواء اشتركوا من خلالي سواء مش مشتركين من خلالي سواء هنا زياره لقناتي. ولكن قبل اي حاجه احب اقول لكل الناس اللي انت لازم تستثمر بالمال اللي انت تقدر تخسره، بمعنى اصح مفيش حاجه مؤكده في الدنيا، مفيش حاجه بدون مدى الحياه، مفيش حاجه سهله، اوكي؟ فالفريق بتاعنا او انا عامه الليدر بتاع الفريق اللي بشتغل في فيوتشر نت او في فيوتشر اد برو، احنا يعني احنا عرب من حوالي مغرب سوريا وبعض البلاد، يعني الجميل اللي انا مصري وموجود ناس تانية عرب وده شيء جميل جدا. الشركه موجوده على ارض الواقع في بولندا وليها اصحابها من جميع انحاء العالم، ولكن بالاخص هما الشخصين الالماني والبولندي اللي هو إيه مش موجود دلوقتي في الصوره هنا. تمام، هوريه لكم دلوقتي. إيه بعدين اخر كونفرنس ليهم شباب هو كان دوت. مش عايز اطول عليكم واوريكم، هو ده الفيوتشر نت عامه بوجه عام. وعشان اعيد تاني او الناس تكون متابعاني يا ريت تتابعني بس وما تجريش الفيديو عشان مهم جدا. عندنا هنا البرودكت بتاع او هم بيبيعوا ايه، عندنا الاي كوميرس بيبيعوا فيتشر نت ستور وبلاتفورم شوبينج، يعني بيبيعوا عندهم شوبينج يعني متخصصين في الشوبينج. ايه تاني يا جماعه؟ عندهم السبيشالز او عندهم حاجه تانيه زي السبونسر بتاع الفوتبول، والسبونسر فايدتهم مش يربحوا ولا الكلام ده كله، ولكن ممكن يربح لو فريق قوي طبعا هو اشترى فريق، ولكن سبونسر بمعنى اصح اللي هو بيدفع ضرايب اقل، اوكي؟ ده شيء مختلف في اوروبا عشان ما فيش حد عربي شرحه خالص. انت اما يكون عندك سبونسر او ما تدي سبونسر معناها اوكي انت بتعمل ادفرتايزنج او اعلان لشركتك او موقعك او او او، وفي الاخر بتدفع فلوس للفريق دوت وبتشهر نفسك على مستوى الناس، بيكون ليك اسم يعني مارك ليك، ولكن في اخر يعني السنه الضريبيه او ست شهور ضريبيه بتكون بدفع بعض الضرائب وتخفيض الضرائب لانك ساعدت فريق رياضي وكمان عملت سبونسر. فالسبونسر في حاجتين يعني في اوروبا شغال كده، الله اعلم في الدول العربيه ازاي. تمام، فعندنا فيوتشر نت، عندي فيوتشر نت فونديشن وهي دي حاجه جميله جدا اللي هم يعني دونيشن وبيحاولوا يدوا يعني المحتاج زي ما هم كاتبين، وانا مش عارف اذا كان حقيقي ولا لا. عندنا فيوتشر نت كافيه ليهم كافيه في بولندا، وكمان عندهم فيوتشر نت ادز وفيوتشر كلاود اللي هم عباره عن ابلكيشن، وان شاء الله طبعا كل الابلكيشن ده راح يكون موجود اللي هو فيوتشر نت اد موجودين دول، في لاندنج بادج بس في نيو فيرجنز كامينج، وفي كمان البرود بيست والسيستم سيستيما اوكي لسه جديده، وعندنا الفيوتشر فويد اللي هو عباره عن زي واتساب او ماسنجر تقدر تكلم الناس بالتليفون، وكمان عندهم تاجير سيارات، عندهم العاب، وعندهم كمان حاجات كتير كويسه جدا بيربحوا من الفيسبوك من الاعلانات من جوجل اديسون من حاجات كتير، ولكن ما نضمنش هيكملوا لاخر السنه ولا لا، هيكملوا لثلاث سنين ولا لا. كل الاسئله دي انت تحاول تسال نفسك تثقف نفسك بطريقه معينه. اللي انا اقدر اقول لك عليه زي ما انتم شايفين هنا سبونسرزات، واسف جدا يعني تحت واحد كان بشراء الخدمات دي، فده مكسب ليهم عامه بوجه عام. زي ده بروموتد يعني واحد بيدفع حاجه معينه عشان يعمل بروموشن، وهنا كمان في الاعلانات بتاعت جوجل ادسون. طبعا حضرتكم عارفين ان انا مشترك في فطور اد برو، وانا مش يعني انا ما بحبش الماتريكس بوجه عام، ولكن لي اخ عزيز عربي مغربي دعاني اكتر من مره للفريق ده، وفريق كويس جدا وانا يشرفني ان انا اشتغل معاهم طبعا لان هو فريق قوي من
ناس بقالها 5 سنين شغالة وبتربح طبعا من الموقع ده. اكيد هو اما انا بخش هو بيربح مني، لان بياخد عمولة عامة وفي نظام معين. يعني لو انت دخلت في الماتريكس مثلا واشتغلت معاهم او اشتغلت معايا بوجه عام، انا اقدر احط 3 اشخاص تحتية، وكل الكلام ده هنشرحه ان شاء الله في الموضوع. ولكن اللي انا كنت عايز اقوله لكم، اللي انا استثمرت يوم او استثمرت هنا، وتعال نشوف قصتي الاستثمارية عامة بوجه عام. تعالوا نشوف. طبعا حضراتكم انا بحب اكون يعني مصدر ثقة لكل الناس، وبحب اوري كمان ارباحي لكل الناس، او انا عملت كام او الموقع بيربح كام، عشان الناس تاخد خبرة وتبقى فاهمة كل حاجة، لان معظم الناس اللي في اليوتيوب ما بتشرحش الحاجة صح. تعال نشوف الباكج اللي انا استثمرته ب 50 دولار هو جاب لي 20 دولار تمام، في من 9 11 النهارده 10 12، يعني بالظبط شهر ويوم من الاستثمار في هذا البرنامج او الموقع. انا بقى لي شهر مش اكتر وعملت 20 دولار من المبلغ اللي انا دفعته اللي هو 100 دولار تمام، يعني زي ما انتم شايفين 0.20 اوكي. فده بالنسبة لل 100 دولار جابت لي 20 دولار، المبلغ بتاع 10 دولار جاب لي 2 دولار، يعني هي هيها، تحط أكتر تحط أقل هتاخد هي هيها تمام. بس 80% زي ما هم بيقولوا الكلام ده، أنت بتعمل 20 دولار من ال 100 دولار وبتعمل 2 دولار من ال 10 دولار، فالموضوع مفهوم جدا وسهل جدا. فانا شايف اللي هو سهل جدا وجميل جدا، تقدر تربح منه بدون اي مشاكل. كل ما عليك اللي انت زي ما انتم شايفين، انا هنا اتفرجت على الاعلانات وسايب اخر اعلان وهنتكلم عليه بعدين، دي في استراتيجية تانية في شرح مختلف تمام. ده واحد من البيزنس اللي انا مشترك فيه. جميل. طيب انا ده واحد من البيزنس اللي انا مشترك فيه، جاء ودعاني بعض الاشخاص الاصدقاء إلا أنا أخش معاهم في الماتريكس سيستم تمام. حقيقة عشان أكون صريح معاك، أنا ما بحبش الماتريكس والكلام ده والموضوع دي، لأن الماتريكس بالنسبة لي هو عبارة عن برودكت أنت بتاخده وبتبيعه تمام. بس الماتريكس اللي على الانترنت بيسموها في ايطاليا كاتينا سانت انطونيو. يعني ايه كاتينا سانت انطونيو يا شباب؟ يعني انا باجي بقول لك اشترك باخد 10 دولار، انت بتحط فلوسك انا باخد عليك فلوس وبربح الكلام ده، انت بتروح تجيب واحد وده بيجيب واحد وده بيجيب واحد لحد ما الدنيا بتتملى من اشخاص، وفي الاخر اللي بيربح اكتر هو اول واحد داخل تمام، واللي بيربح اقل هو اخر واحد داخل تمام. هو ده حقيقة المنتج وحقيقة الماتريكس لو حد بيتكلم في اليوتيوب كتير او بيشرح كتير. ولكن انا من وجهة نظري هنا في حاجة مختلفة صغيرة، اللي انت هنا ممكن تشتري منتج بربح المال بتاعك. اوكي، انت بتشتري منتج، تعال نحسبها مع بعض. انت ممكن تاخد منتج او تاخد رحلة او تاخد تليفون او تاخد اي حاجة في حالة الربح. طيب ده بالنسبة للناس الاوروبيين. طيب بالنسبة للعرب والكلام ده، هنشوف الكلام ده في المستقبل ازاي يقدروا يسحبوا فلوسهم، ولكن يقدروا يسحبوا فلوسهم على البيتكوين والكلام ده. طيب هنفهم من الكلام ده ايه؟ هنفهم من الكلام ده ان الشركة بتشتري باكج معين من شركات معينة وبتديك الباكج ده اللي انت تشتريه، يعني هي بتشتغل ماركتينج وافيتليت ماركتينج. اوكي، فنقدر نفهم الكلام ده بطريقة عامة. تعال نشوف الباكج ونظام الارباح الباكج ازاي. عندنا باكج ب 10 دولار، عندنا باكج ب 25 دولار، عندنا باكج ب 50 دولار، عندنا باكج ب 100 دولار. و 500 و 1000. جميل؟ جميل. طيب هنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا، الباكج بيديك طبعا إعلانات، بيديك بوينت اللي أنت تقدر تعمل بهم إعلانات، بيربحك وكل حاجة. طيب أنت عشان تربح المفروض تشتري أكتر من باكج والكلام ده والطريقة دي. طيب لو انا جاي اشتري الباكج ابو 10، الباكج ابو 25، الباكج ابو 50، الباكج ابو 100، هتكلفني 150، 175، 185، ولكن انا كده غطيت كل الباكج. وانا اللي بفكر فيه اللي انا استثمر ب 185، ولكن ده مش معناه ان انا ممكن اربح. جميل، انا ممكن اخسر كمان، فلازم تكونوا عارفين الكلام ده تمام. هتحاول تقدر تخش باضعف مال اللي هو ابو 10 تمام. وطبعا الارباح دي هنتكلم عليها بعد كده في فيديو تاني، الماتريكس وازاي بتربح وازاي تقدر تاخد فلوسك وال10 دولار دي. معنى اصح عشان اقولها لكم في كلمه ونص، لو انت دخلت من 3 اشخاص ب 10 دولار، تقريبا كل 10 دولار بتربح 50 سنت من الدولار
تمام؟ عشان اكون صريح معاك، يعني انت هتخش من خلالي هتربح، انا هربح 0.50 سنت وهكذا، تمام؟ ففي ناس بتروج للموضوع ده بطريقه كبيره جدا عشان يربحوا فلوسهم ويخرجوا راس مالهم والكلام ده كله. انا بحب اكون صريح معاك، ولكن النقطه المهمه، هل انا دلوقتي بستثمر من خلال اشخاص معينه؟ تمام، السبونسر بتاعي شخص مغربي صديق ليا قبل اي حاجه، وانا قررت اخش مع شخص اجنبي مغربي عربي احسن ما اخش من اجنبي. تمام، النقطه وما فيها اللي انا دلوقتي هفكر اقول اه طب انا هخش من خلال صاحبي المغربي او الشخص المغربي انا هربحه، انا هخش من خلال شخص تاني. خلي بالكم انت ليك حريه الاختيار، دي فلوسك دي مالك، تعمل ما تشاء، ولكن نقطه مهمه لازم تحط نفسك مكان او تفهمها. لو انت جيت سجلت من خلال شخص معين، او في الحاله دي اللي احنا بنتكلم عليها انت سجلت من خلال اي شخص، السيستم او البرنامج راح يديك عامه انت ماتريكس تحت شخص معين او في البرودكت بتاع الاد برو، اوكي؟ وبالتالي هنقابل نقطتين، او اولهم ما نعرفش مين الشخص ده، تاني نقطه وده ما يهمناش اذا كان عربي مش عربي، اجنبي مش اجنبي، مسلم غير مسلم، دي حاجه مش عايزين نتكلم عليها. تاني نقطة، ما نضمنش ان الشخص ده عنده هو ليدر قوي ولا لا، عنده فريق ولا لا، هيحطك ازاي في شجرة الارباح بتاعت الماتريكس. ودي النقطة المهمة اللي انتوا لازم تستوعبوا ليها ولازم تكونوا فاهمينها 110% شباب، لان في ناس بتبيع الوهم من غير ما تشرح اي حاجة. تمام، انا هبقى لي عدة شروحات والكلام ده كله عشان نكون فاهمين كل حاجة بوجه عام وتكون الموضوع واضح لينا 100%. فأرجو منكم قبل أي خطوة تاخدوها تشغلوا دماغكم وتفهموا انتوا مع مين داخلين وازاي هتربحوا. عشان تاخد بوزيشن في الكلام ده أقل حاجة تقدر تصرفها مبلغ 10 دولار، وده رقم قليل جدا. كل ما عليك انت تعمل أبجريد، وبنلاقي جميع طرق الدفع اللي انت شايفينها. في الحالة دي هندفع 10 دولار عشان نشتري الباكج. طيب أنا هشتري بإيه يا أشخاصي يا إخواني يا أصدقائي؟ هنشتري بالبنك ترانسفير وما انصحكش بالكلام ده. هنشتري بالفيزا كارت والكلام ده وما انصحكش بالكلام ده عشان ما يتعملكش هاك على الحساب بتاعك. عندك جميع طرق الدفع يعني هو بيرفكت ماني، نتلر، اوكي باي، سوليد تراست، وبايزا، والاديف كاش، او عندك الكريبتو كرانسيس بتاعتك اللي انت تقدر تشتغل عليها وتحول منها، او عندك الفوند، او عندك الكود، والكلام ده راح نتكلم عليه بعدين. ما عندكش اي حاجه من الكلام ده، ادعوك ان انت تخش اكس كوين كاش وتبدا تحول من فودافون كاش لو انت معانا في الفريق، وراح يتعمل لك خصم كمان لو انت معايا ومسجل معايا في الفريق بتاعي، راح يتعمل لك خصم من فودافون كاش او من اي عمله هنحولها لك على طريقك على طول لحسابك في فيوتشر نت او فيوتشر ماتريكس، وبالتالي انت راح تربح معانا. فاول نقطه لاي واحد عربي، انا هقدر اساعدك لو انت هتشتغل معايا في فريقي من باي بال الى بيتكوين بطريقه سهله جدا او اي عمله ثانيه بحيث ان انا اضمن لك. وفي التالي في المستقبل ان شاء الله راح اكون هعمل فاوتشر جاهز لكل الناس اللي هتشترك من خلالي او معايا علشان تخش تعمل المنتج ده او الكلام ده. جميل يا شباب، جميل. دلوقتي احنا هنركز في حاجه معينه، وهنركز لو انت عايز تشتري الفاوتشر او مش الفاوتشر، هنقول الاقل قيمه وهي 10 دولار. الموضوع سهل جدا، انت بتخش هنا وهتسيب لك الرابط تحت، بتسجل وبتخش على ماي بيزنس هنا تحت هنا باك اوفيس، وبتطلع البرودكت وبتشتري البرودكت ابو 10 كبدايه ليك بمبلغ 10 دولار بطريقه عاديه جدا. ومثلا في الحاله دي هتقول انا عايز ادفع بالبيتكوين، اوكي؟ انا بديك مثال، انت حر تدفع بالباير باللي انت عايزه. هنا بيقول لك اوكي انت اخترت البيتكوين لايك بيمنت، وبتاخد الكود وبتدفع المبلغ اللي انت شايفه ده، وبعد كده بتعمل ريفريش والحوارات دي كلها ان انتوا عارفينها كلها. جميل جميل. دلوقتي انا يعني الموضوع سهل، انا عايز اعمل حاجه قدامكم بحيث اوريكم انا ازاي بشتغل مختلف عن كل الناس. عامه كل الناس اللي بتشتغل في الانترنت او في مجال اليوتيوب والكلام ده يعني ما بحبش طريقتهم في عملهم لاسباب مختلفه او لوجهه نظر مختلفه.
ولكن النهارده لو انت راجل عايز تصرف او عايز تستثمر بطريقه صح، انا هديك الاستراتيجيه اللي انا بمشي عليها وانت ليك حريه الاختيار. تقدر تستثمر ب 10 دولار او تقدر تستثمر باكتر. انا بصراحه شغل 10 دولار والكلام ده ما بحبوش، يعني بفكر ان انا استثمر في اكتر من بوزيشن بحيث اقدر في اسرع وقت ممكن الم يعني راس مالي واكسب. خسرت خير، نصيبي ورزقي. طيب انا دلوقتي عايز اشتري الباكج او اكتر من باكج، هنقول ان انا دلوقتي عايز اشتري الثلاث باكج دول اللي هم هيوقفوا معايا ب 10 و25 و50 والباكج بتاع 100. طيب يعني 185 دولار. لو انا رحت اشتريت كل باكج على حده هدفع كام ترانزاكشن علشان توصل لي؟ يبقى انا هدفع اكتر. طيب انا عشان استخدم استراتيجيتي وعشان استخدم فكرة كويسة جدا، كل ما عليك اللي انت بتشتري جو تو 100 ابديت. تعالوا بصوا على الحاجة الجميلة دي. هنا بيقول لك اللي انت راح تشتري بمبلغ 185 دولار، يعني 185 دولار، اوكي؟ اف ان دي ما يعادل 1 دولار. فانت كده اول ما تشتري الثلاثة دول بتشتري ابو 100 وابو 25 وابو 50 وابو 10. تمام؟ هنخش على البيتكوين. اوكي؟ ها نشتري. اوكي بيقول لك خلي بالك والكلام ده علشان ما تغلطش والموضوع ده. كل ما عليا ان انا هدفع 185 دولار ما يعادل 0.053، مش قليلين طبعا. لو انا طبعا البيتكوين واطي، فخلي بالكو يعني يعني زي ما شايفين 3400، ففي خساره قدامك ساعه زمن علشان تدفع الكلام. تعالى نشوف المبلغ ده ما يعادل كام دلوقتي او سعره بالظبط. انا قمت بحسابها 185 100، يعني احنا مظبوطين والكلام ده. مفيش اي بيد اوريدي لان انا ما دفعتش في ماينانس في، يعني خلي بالكو هو هياخد 0.0532770 بلس ماينرز في. الماينرز في مش عارف هيكون كام بصراحه يعني، ولكن انا كل ما عليا ان انا لازم ابعت السيستم لهنا اهوت للرقم ده يا جماعه، لرقم البيتكوين ده، وهوريكم ازاي ترسلوا المال دلوقتي، وننتظر كل حاجه مع بعضنا علشان نشوف كل حاجه لايف. جاي ده شباب، اول حاجه انا هاخد رقم البيتكوين او رقم محفظه البيتكوين. وفين دلوقتي لو احنا دخلنا على الهيستوري بتاعتي او انا يعني اخبار السوق ايه او الهيستوري يعني انا دخل فلوس ايه، هتلاقي ان انا ريسيف النهارده 0.005 ما يعادل نفس الرقم دلوقتي. انا مرتاح وهبعت، دفعت حاجه قليله جدا، ولكن في نفس الوقت برضو استخدمت استراتيجيه. يا ريت تتبعوها يا جماعه، الفيديو 20 دقيقه، انا اسف جدا الوقت طويل، بس المهم اللي انت ازاي تبعت فلوسك. دلوقتي انا هبعت المبلغ زي ما احنا قلنا واتكلمنا قبل كده. لسه قبل اي حاجه هراجع الوقت، قدامي 3 اربع ساعه او 45 دقيقة ما يعادل 45 دقيقة. هاخد رقم المحفظة بتاعت البلوكشاين، او انا ممكن او بكل سهولة وبكل جمال بخش من التليفون بتاعي وببعت الكونفيرميشن عادي جدا بدون اي مشاكل. تعالوا نجرب مع بعض ونشوف اذا كان الكود بره شغال ولا لا، من غير ما اتعب نفسي، من غير ما اكتب الرقم، من غير ما اغلط، من غير ما اعمل الكلام ده. هنجرب اذا كان شغال في الواحده دي. اتلاقيت اللي هنا بيكتب لك 0.006، تعالوا احسن نجرب المانوال بتاعنا عشان البلوكشاين بيشتغل. تمام، نكتب هنا الرقم، نخش على محفظه البلوكشاين ونكتب الوالت، نتاكد اللي هو 3LX و9AM، 3LX و9AM. هناخد الرقم اللي هو الميسنج دوت. هنا زي ما شايفين بيد اوريدي، مفيش اي حاجه. هنطلع على محفظه البيتكوين البلوكشاين ونكتب الرقم ده. اوكي، هنا نكتبه مثلا بيمنت نيو انفستمنت. اوكي، فاتورة فاتورة نت، جيد. وهقول له ريجولار ولا فاست بيوريتي. لو انا هنا هدفع 3 سنت، هنا هدفع 22 سنت، يلا مش مشكله. يعني انا رايح دافع 180 دولار وعايز اخفض ال 22 سنت. اوكي، اتاكد برضو هنا اللي انا بعت نفسي ال 3 ال اكس و 9 اي ام. هنرجع للموقع هنا بيقول لك 3 اكس ال ام 3 ال اكس،
و9 ام. هنعمل ريفريش، انا سايب كل حاجه قدام حضراتكم، ريفريش هنا وهننتظر نشوف التاكيد من الموقع. اوكي لسه مفيش اي ريفريش او اي حاجه هنا، زي ما انتم شايفين لسه مفيش اي حاجه خالص عشان لسه بتتبعت. اوكي تعالوا نشوف اخبار الترانزاكشن بتاعتي ايه. انا بحب اتابع كل حاجه خطوه بخطوه قدام حضراتكم. فيديو طويل 20 دقيقه، ولكن انا ما يهمنيش، اللي بيحط فلوس لازم يكون مأمن نفسه على كل حاجه. تمام، ايه هننتظر دلوقتي الكونفرميشن وهرجع لكم تاني اول ما الكونفرميشن ترجع هنا. اوكي جميل يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين الموضوع بكل سهولة، زي ما شايفين نجح، وهنا قال لك جو تو سيلر ويب سايت، بمعنى ان انا خلاص قمت بدفع كل حاجة. كل ما عليا انا هعمل كليك على جو تو سيلر ويب سايت، وهنلاقي اللي احنا المال يعني وصل بدون اي مشاكل خالص. تعالوا نشوف دلوقتي. اوكي هنقوم بعمل التالي، زي ما انتم شايفين لو انت دوست على جو تو سيلر ويب سايت، انا بحط نفس مكانك بحيث ان انا اوريك ازاي هتشتغل. بتخش على باك اوفيس بنفس الطريقه وترجع تاني، بتشوف هنا الباكج اللي احنا دخلنا عليه السوشيال ميديا بيزنس. اوكي وهنا بتلاقي الباكج بتاعك هنا ب 10 ب 25 ب 50 وب 100، هنا ما اشتريتهمش ولا اي حاجه. لو انت دخلت على الباكج هنا وعملت جو تو باكج، هتلاقي ان كل حاجه موجوده هنا في الماتريكس بهذه الطريقه. تمام، فانا كده قمت بعمل ايداع بمبلغ 185 دولار. كل ما عليا زي ما شايفين حضراتكم كسبت 100 حوالي 195 او 195 بوينت لاعلاناتي. اوكي وانا هنا موجود اهو موندي كافيه على طول تحت الليدر اللي انا شغال، يعني زي ما شايفين قدامي 27 واحد و9 وانا تحتيه 3 او قدامي 3. طبعا لسه الليدر هيوديني يعني هيحطني في مكان معين، اما اتصل بيه على طول في الاتصال. تمام، الشرح ده بتاعنا هيكون على كده. هنا اكتف طبعا هنا 100 زي ما حضراتكم شايفين، ولسه كمان هنبدا نخش هنا ونشوف حاجات تانية بعد كده. انا بحاول بس اسهل عليك الموضوع، لان لو الموضوع لو احنا شرحناه هنقعد اكتر من ساعه نتكلم فيه وايه الكلام ده. تمام، فالفيديو بتاعي انتهى على كده النهارده. هيكون ليا شرح تاني ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله، لما اشوف ان الناس بتخش وهاممها الموضوع راح اكون بشرح حاجه تانيه يعني، وطريقه التسجيل وارباحنا والكلام ده كله. وهو الفكره كلها ان انت بتجرب حظك لو ربحت او لو خسرت. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل سبسكرايب ولايك، لايك مهمه جدا ليا، بتخليني اللي انا اتقدم في فيديوهاتي، ويا ريت تسيب وجهه نظرك للموقع عشان اقدر برضو افهم، يكون لعل وحسن انا ناسي حاجه مش فاكرها. اوكي اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.